السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفة أفكار. كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الفخيقسات ساهلين، مكونات بسيطة، مقادير يعني متكونة موجودة في البيت. كتكون من عندنا هنا الزيت، كاس العنبة المعمر، هذا تساوي كاس العنبة، كاس الحليب، السكر، سنيدة، كلهم ثلاثة معمرينش، شوية الماء، نص كاس ديال الماء. عندنا هنايا الزبده، جوج معالق كبار ديال الزبده. عندنا شويه الجنجلان، شويه النافع وحبه الحلاوه، عندنا بيضه وحده، شويه الملح، وغندير نص باكيت الخميره، ماشي كامله، غندير نص، والدقيق على حسب الخليط. نبداو على بركه الله، نجمعو نخلطو الخليط ديالنا. ديرو البيض، ديرو الزبدة والسديدة، الزبدة تكون في حرارة المطبخ، تنخلطو هاد الخليط باش يولي تيولي كريمي، ونكمل المقادير كاملة. بعد ما خلطنا الخليط كنزيدو هاد الشجلان، حبس حلاوة ونافع، حبسة ملح، نديرو الحليب، قبل زلافة كاملة درتها، ديرو شوية الماء، نص كاس ديال الماء، ديرو نص ديال الخمارة، نص ديالها ماشي كلها، كمية الخليط اللي ديال الدقيق اللي درت قدني هو هذا، الزلافه الكبيره بيضة يجي على هذا الشكل، هذا الرطب، مقاس حاش كتلصقش ومقاس حاش هذا الشكل. هذا ملي كنديروا الماء كتهرس ديك الدهون، يعني كتبقاش ديك الدهون كتلصقني في اليدينا، شوفوا خفي اليدام راه مكتلصقش. دابا غنجمعوها، نعاد نجمعوها ماشي غنتلكوها، وغادي نديروها حرابل تلقاها، من بعد غنصوبوها. دابا غنديروها قطعوها حرابل، خليتها ترتاح واحد شوية، واحد شوية بما جمعت هنايا، قطع على شكل حرابل، الطريفات اللي غنديرهم حرابل قطعهم. كنديرو هنايا في هاد ديال القطاعه، غادي نحطها في كونجيلاتور باش يقصحو يكرمو عا باش نقطعو، قادوهم باش يكونو مقادين كاملين.
وغبقى لي هاد الشكل حتى نسالي الكويرات ديالو. دابا ملي صاوبت هاد الحريبلات غنخشهم في الكونجيلاتور حتى يكرمو، من بعد غادي نقطعهم ونكمل الاخرين الباقي ليا. كنقصات ها هما ملي طابو تحمر على هاد الشكل هذا، يجيو رائعين مقمشين، مكيكونش قاصحين، كيكونو هشاش لان فيهم الزبدة، نفس الوقت يكونوا شادين في ريوسهم. نتمنى هاد الوصفة تعجبك. دابا غنديرهم في الطبيصلات. فخيقسات ديالي ها هما ملي درتهم في الطبصيل كيجيو على هاد الشكل هذا، كتخرجوا بكميه كبيره، يعني كميه ما شاء الله راه كتخرج لك على هاد القد هذا. مازال باقي ليا شي شويه، كنديروا في الطبيصيل بحال بحال الطواجن بهاد الشكل هذا. نتمنى هاد الوصفه ديال الفخيقسات تعجبك سيداتي. الا عجبك الفيديو ديري لي لايك وتشاركي في القناه ديالي. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه نتمنى انك تشاركي فيها وتبارطاجي الفيديوهات من الاصدقاء. مع السلامه وبالصحه والراحه.